كلنا نعلم أن الخضروات تشتمل على كثير من المغذيات المفيدة لأجسامنا، وسنعرفكم اليوم على مميزات واحد منها قد يفوق غيره بكثير من المزايا، إنه الهيليون. لنرى ماذا ستقول لنا عفراء عنه وعن خصائصه المذهلة. هو واحد من الأطعمة التي تعلن عن بداية فصل الربيع، إنه الهيليون. وكما أن فصل الربيع هو فصل البدايات الجديدة، الهيليون أيضاً هو غذاء الجسم الصحي السليم. في العهود القديمة اشتهر الهيليون بأنه منشط لطاقة الجسم، وعرف بأنه النبتة الوفية دائمة الحضور في الحديقة العائلية، وكان مقترناً بعائلة تدعى ليلي أو ليليسي. الهيليون أخضر اللون، نحيف كرمح ومكسو بأوراق قصيرة كأنها أسنة رماح مغروسة في جنبات كل هليونة. وغالباً ما كان الناس يصنفونه في قائمة الخضروات الأنيقة الراقية بمظهرها المبهج وبطعمها الشهي. ففيما تم حصر قرابة 300 نوع من الهليون، فإن 20 نوعاً فقط هي الصالحة للأكل. ينضج الهليون ويحصد في الربيع بين شهري أبريل ومايو، ويتراوح طول الهليونة الواحدة بين 12 و 20 سنتيمتراً. الشكل الرمحي للهليون ينظر إليه بصفة رمزية كمقاوم للشيخوخة والأمراض، وقد اكتسب شهرته الواسعة كمجموعة من المنافع الصحية المجموعة في عنصر واحد، ألا وهو الهليون. إنه محمل بالمغذيات. الهليون مصدر مهم جداً للألياف، لحمض الفوليك، لفيتامينات A, C, E و K، تماماً مثل الكروميوم. آثار معادن تعزز قدرة الأنسولين على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا. الهليون يحتوي على مجموعة فريدة من المغذيات النباتية، فكما هي الهندباء البرية والخرشوف، يعد الهليون مصدراً مهماً لعنصر مكمل التغذية المهضم إينولين. هذه النبتة العشبية إلى جانب الأفوكادو، الكرنب وبراعم بروكسل هي بالخصوص مصدر غني للجلوتاثيون، ومركب كامل لإزالة السموم المساعدة على مواجهة الخلايا السرطانية وبقية المجموعات الضارة الأخرى. وهذا لماذا أكل الهليون يمكن أن يساعد في الحماية والمحاربة في نفس الوقت لبعض أنواع السرطان من سرطانات العظام، الصدر، الكولون، الحنجرة والرئتين. علاوة على ذلك، يعتبر الهليون مضاداً فعالاً للأكسدة، ويرتب على رأس قائمة الفواكه والخضروات المضادة للأكسدة بفضل قدرته على تحييد الخلايا الضارة، وهذا بحسب دراسة حديثة يبطئ عملية الشيخوخة. الكمية المعتبرة من حمض الفوليك التي يحويها الهليون مفيدة جداً للنساء في فترة الإنجاب، وتناول الهليون يومياً يكون كبير الفائدة لهن. حمض الفوليك يمكنها أن يقلل من خطر إصابة الأنبوب العصبي للأجنة ببعض العيوب، لذلك يتأكد على النساء الحوامل أن يتزودن بالقدر الكافي منه. ليس هنالك آثار تهدد الحياة البشرية من أكل كثير من الهليون، ولكن قد يكون هناك بعض الآثار الجانبية مثل غازات أو رائحة مرافقة للتبول. يحتوي الهليون على تركيبة متفردة عند امتصاصها داخل الجسم تسبب رائحة واضحة في البول، فالهليون الصغير يحتوي على أعلى تركيز لتلك التركيبة، وهو ما يجعل الرائحة أكثر قوة بعد أكل تلك السهام الخضراء السحرية. بالإمكان أيضاً أن يكون لدى البعض حساسية إزاء الهليون، لذلك لابد من التأكد في أي الحالات يجب الامتناع عن أكله. الأشخاص الذين لديهم حساسية إزاء بقية أعضاء عائلة ليلي مثل البصل والثوم هم الأكثر عرضة لحساسية الهليون. ومن علامات تلك الحساسية سيلان الأنف، طفح جلدي، صعوبة في التنفس، وانتفاخ أو تورم حول الأنف والشفتين. الخلاصة، لا تحرموا أنفسكم من فوائد الهليون المتعددة، إنه فعلاً خضار ممتاز فوق العادة.